الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين تصور إدارة المدرسة مبارك أعوذ بالله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن نرحب بكم في هذه الحفلة المباركة وتتشرف جدا بحضوركم معنا ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم لما يحبه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى ولا ننسى نذكركم بمحاضرات ستقام بعد الحفلة لفضيلة الشيخ أحمد سيلا بعنوان فضل العلم، العلم فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، بنا بارو دام دار الله طهولا، مزكا لنكه، وقال رسالي كيلا صلى الله عليه وسلم. Ni ngam kontani kete kenda hansewa kana hafla la hafla ne madrasatu mbal khawsu sillah wa tatasarrafa lil ibara idara yuridinte yata jikal yukula kana badil konto badil menu nata made ni hafla baima wukula asale tudu ko konto ani almani fulo jama to almamo ali jama dito almamo ani ha komin le konto komin alfa ni wala mu omar silla ana no ko lu sirtu mbake silla ani asmallaj wokola ana alfan konto jinilla alfalu awol konto Ali Ustaz Sululu, Ustaz Ali Seya, Ali Otakirungola, Nashoboya, Walina, Kamolomu, Na Alfal Madi, Wokola Rizina Kageri Pareta, Avena, Muhadare Londo, Ana Isamantea, Mumulonji, Ali Isamantea Avena Londola, Inshallah, Bismillah Ta'ala. ولم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يقل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة يؤتوا الزكاة وذلك دين الحيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربك جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وردوا عنهم ذلك لمن خشي ربه شكرا بارك الله فيك التكبير
الله أكبر التكبير الله أكبر محمدي كريم اقرأوا لنا سورة الأعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعلى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اقرأوا لنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الذي لا منك صلين يا مبار لا يؤمن أهلكم قلول النبي لمانيا ولم إلى لمانيا بك فهتا أقول أحب إليه وجاء محمد هكالي فنالوا من قلو قتم بأدنك من ولده قتم بأدنك أمالي ديانا الملوب أبلون والناس أجمعي علي دنيا مغل التكبير شكرا لك الله خيرا التكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فعلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إن انبأس أصحابها فعال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يعاف عقباها شكرا بارك الله فيك التكبير التكبير الله اكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا حمل يكسون نهوبا آية المنافق ثلاث نافق ومعن كتوم كوسا ولد إذا حدث كذب نافق مدر رأس نافقيا وإذا وعد أغلف أنينا على غيرو تعصى قرود وإذا أغوط من خان أني مول لا تعالى سجن فاك شكرا بارك الله فيك التكبير التكبير لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا ودا أيحسب أن لم يره أحد ألم نهِ الله عليه ولسانه وشفتيه وهديناه النجدين فلاقتحم الأقرب وما أدراك ما الأقرب فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يقينا ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم بان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسعنة عليهم نار مرصدة. شكرا بارك الله فيك. التكبير اقرأوا لنا حديث الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لها من سنة يومان الإيمان أن تؤمن بالله والإيمان يؤمن برسول القرم وملائكته يعني الملاكل وكتبه من عبده والمنادي ورسل عليه كلام واليوم الآخر يوم القرآن سنة الوالدة وتؤمن بالقرآن يرسل فالقرآن وفال الإيمان خيره أجمع وشره عابدا. شكرا بارك الله فيك. التكبير 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 الله أكبر. سجدوا فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تتلى نهارا هامية تصحى بعين عامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوههم يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها هم مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مرصوفة أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمشيت إلا من تولى وكفر ويعذب الله العذاب الأكبر إن عليهم إيابهم ثم إن علينا حسابهم. شكرا جزاك الله خيرا. اقرأوا لنا حديث الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لها من كيف تكون يومها إذا دعنا الهلاء فنزل في الجنة جريته حالا يزيفه اللهم مالك إني ندري أعوذ بك متغلل من النيبول من الهوسي تنتهي الجمال والهبائل أنا مسلمة. شكرا بارك الله فيك جزاك الله خيرا. التكبير الله أكبر. التكبير الله أكبر. حاوة فالية من يتفضل. حاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمسرات غرفة فالآسفات حسبا والناصرات نشرا فالفارقات فرغا فالمرغيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم كنست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين إن لم نخلق الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فهزمنا فنعم الخالدون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض صفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي ساخنات
أسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذي ثلاث شهب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بسراب كالقصير كأنه جمالة السفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينفعون ولا يوزن له فيختزلون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لهم كيد فكيدوا ويل يومئذ للمكذبين إن المختلين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وإن كذلك نجزي المخطئين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا هنيئا إنكم مجرمين ويل يومئذ للمكذبين للمكذبين إن كذلك نجزي المخطئين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعدهم يؤمنون شكرا بارك الله فيك التكبير الله أكبر التكبير الله أكبر محمد بن بكر سلا فليتفضل اقرأ لنا سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا لينبذن في الكتب وما أدراك ما الكتب نار الله المقدة التي تكتل على الأفئدة إنها عليهم مسكرة في قمر ممددة شكرا بارك الله فيك اقرا لنا حديثا واحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين امنوا جسم وباب قال المسلمون من فريده قالوا على كل مسلم كيفك ومسلمتين عن مسلم صديقا شكرا بارك الله فيك التكبير الله اكبر التكبير الله اكبر سوره العاديات الأرض في الزارة فأخيرتكم الأرض أسفار
الله أكبر التكبير خديجة السلة أرأيت الذي يكذب بتي فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فيمنعون الماء شكرا جزاك الله خيرا التكبير التكبير الله اكبر فاطمه بنت مصلى درامي فلي لا فضل اقرأي لنا سوره الدين السلام عليكم إذا زلزلت الأرض بالله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يذكر الناس أشتاتا أكبروا ما لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى شكرا Assalamualaikum.
السلام ورحمة الله وبركاته. لله الرحمن الرحيم القارقة ما القارقة وما أدراك ما القارقة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في رضا راضيا وأما من خفت موازينه أمه هاوية وما أدراك ما هي نار غالية. شكرا بارك الله فيك التكبير. اقرأ لنا سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المغادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شكرا بارك الله. شكرا بارك الله فيك التكبير. إدريس سلا فليتفضل. إدريس اقرأ لنا سورة المعون. بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضربا فليكون فذلك الذي يروي يتيم ولا يخرج من فؤاد المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم لوراهم ويمنعون المعقول. نعم التكبير. الله اكبر. شكرا جزاك الله خيرا. إذا جاء النصر الله والفتح أرأيت الناس يدعون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شكرا التكبير. الله أكبر التكبير. الله أكبر. فاطمة بنت لاجي سلا فليتفضل. كلا إذا بلغت التراق وقيل
قيل من راك ولن عنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان. شكرا جزاك الله خيرا. جامع اسم الله جمع فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم ليلا إلا قليلا نصفه أو قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سعيدا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى إن لك في الأوعاد سبوا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فادعوه وكيلا فاصبر على ما يقول شكرا حسبك جزاك الله خيرا. التكبير الحمد لله.